هذا المساء سيدي. أهلا بك. الأوضاع في محافظة إدلب شهدت قصفا عنيفا، تطور كبير بالأسلحة التي يستخدمها النظام خلال اليومين السابقين، فتشهد محافظتك بعمومها قصفا بالقنابل الوقودية التي سقطت اليوم على مدينة معركة النعمان، سقطت حوالي 6 قذائف، أدت إلى وقوع شهيد والعديد من الإصابات، نظرا لأن الأهالي في مدينة المعركة هم يلتجئون في الملاجئ، ومنهم من ذهب إلى مناطق أخرى كما بلدة البارة الواقعة في الريف الغربي من معركة النعمان، واستشهد هناك إثر قذائف الهاون والمدفعية التي سقطت على البلدة، استشهد 5 أفراد من مدينة المعرة وهم نازحون هناك. أيضا سقطت قنبلة عنقودية على مدينة سراقب في سوق ما يسمى سوق البازار الشعبي، أدى إلى وقوع شهيد هناك. هناك العديد من الشهداء الذين سقطوا في بلدة سبوهن في جبل الزاوية نتيجة القصف. نعم. هناك أيضا في بلدة معرة مصرين وقع العديد من الشهداء والذين هم من أفراد الجيش الحر الذين انضموا إلى معركة تحرير مدينة معرة النعمان. هذا القصف أخي الكريم، سابقا شهدنا المدافع، شهدنا بعض البراميل التي تلقيها الملوحيات، الآن القنابل العنقودية، ويترافق ذلك مع دعوة الأخضر الإبراهيمي للنظام السوري بإيقاف أعمال العنف خلال فترة عيد الأضحى. أي عن أي عيد يتحدث الآن؟ ولدينا خلال هذه طيب، العشرين يوما في شهر تشرين حوالي 65 طفلا استشهدوا، وهناك 560 شهيدا. يتحدث عن وقف أعمال عنف، شكرا. والآن نعم، النظام شكرا لك يزداد ارتباك زكوان حديد حديد، أيضا الناطق عن باسم راجمات قطع شبكة الطريق. شام، كان معنا من إدلب، ومعذرة للمقاطعة لضيق الوقت.